الجيش الإسرائيلي أعلن عن أكثر من 3500 هجوم أو استهداف منذ بداية عملياته المكثفة في لبنان. كذلك هناك حديث يدور الآن حول الاستعداد لعمليات برية محدودة مثلما يقول الجانب الإسرائيلي وطابقها على الأرض. هناك شهود عيان يتحدثون عن تعزيز القوات في قرب الحدود اللبنانية. لكن بالعودة إلى البيان الإسرائيلي، أكد بأنه استهدف بنك أهداف جديد في لبنان. واضح جدا بأن إسرائيل تحاول عزل لبنان عن الحدود أو ربما خطوط الإمداد حزب الله مع سوريا. الحديث هنا مثل هذه الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، نشاهد الأهداف هنا وهنا، هي أهداف يعتبرها حلقة وصل أو ربما طرقات لتهريب الأسلحة إلى الداخل اللبناني، ويتحدث عن ضرب المخازن أو مخازن الأسلحة وخاصة قدرات إطلاق الصواريخ لدى حزب الله. لكن هذه الضربات لن تكون مجدية دون عزل أو منع وصول إمدادات جديدة لعناصر حزب الله، حتى وإذا كانوا يعانون من مشاكل هيكلية وقيادية وأيضا مشاكل في الاتصالات. كذلك لأول مرة يتحدث الجيش الإسرائيلي عن ضرب مواقع لتصنيع الأسلحة وليست فقط مخازن للأسلحة. نشاهد هنا موقع في البقاع، وأيضا هناك في جنوب لبنان أيضا كان هناك موقع. إذن موقعين أو ثلاثة تم التعرض لهما، وهي مواقع لتصنيع الأسلحة يقول الجانب الإسرائيلي. لكن بالعودة إلى الخريطة، فهناك هجمات متعددة لم يتحدث عنها البيان الإسرائيلي، ونتحدث عن هجوم لم يكن بعيدا عن مطار بيروت. الهجوم هذه المرة استهدف قياديا أمنيا لدى حزب الله، لكن نحن الآن لا نتحدث عن قيادات الصف الأول، لم يعد ولم يبقى منهم الكثير، لكن هذا الهجوم كان هجوما محدودا في هذه المنطقة. شاهدنا ارتفاع ألسنة النيران وهو كان قريب جدا من مطار بيروت، لكن المعلومات حتى الآن لا تتحدث عن المساس بمحيط المطار. وبذلك تتوسع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية في الضفة أو الضاحية الجنوبية لبيروت، تتوسع شيئا فشيئا. في البداية لم تخرج الاستهدافات عن محيط مجمع القائم، ثم شهدنا مناطق أخرى، ثم وصلنا إلى محيط البراجنة، وأيضا اليوم نقترب شيئا فشيئا إلى مطار بيروت. إذن كل أهداف وكل مواقع حزب الله في جنوب بيروت تم استهدافه، وتتوسع قائمة الأهداف تدريجيا.